الاستماع صباح النشاط صباح الحيوية للعباد اللي قاعدين يتبعوا فينا زادة على الباش فيسبوك راديو مات تونسي. صباح النور من جديد معاذ. صباح الخير أسامة. صباح النور الناس كل اللي تحقت بينا ببراي تايم وراديو مات اون جينيرال. بالطبيعة تقريبا اليوم انت قررت انه نعمل بوز من السياسة وحدك منه البارح تقريبا برشا معلومات عطيناها من المستمعين بخصوص قدمنا لهم الحكومة كاملة. اكيد ان شاء الله نكونوا نفعنا شوية وان شاء الله بالطبيعة نكونوا اصابنا شوية في تقديمه لانه فما تشابه اسماء وزير تشابه اسماء راه مش غلطتنا احنا حابين نفسروا ناصري فما ليسا عطاها رئيس حكومة فيها اسم وزير تجهيز فما ليسا رئيس الجمهورية بعثتها للبرلمان فيها اسم متاع وزير التجهيز معناتها نفس الوزارة اما فما زوز وزراء هكيك فضوا اموركم مع سعيد مش شيء خطينا احنا معنا حتى دخل هذا للتوضيح فقط. شنو حبيت تحكي يا سي اسامة اليوم؟ هو حتى راهو الموضوع اللي باش نحكيو فيه الرياضي راهو حتى هو دخل في السياسه معناتها برا هاو سياسه الامور. خلينا نبداو بالهيئات المستقله بعد تو نمشيو للموضوع الاخر. دونك الهيئات المستقله ترفض قرار او قرارات الياس الفخفاخ. شوف هو تقريبا فما بلاغ مشترك بين المجموعه متاع الهيئات المستقلة في البلاد اللي هما بطبيعة الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، الهيئة العليا بطبيعة المستقلة للانتخابات، الهيئة العليا لاتصال السمع البصري، الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، والهيئة الوطنية للمكافحة بالتجارة بالأشخاص، والهيئة هيئة النفاذ الى المعلوم. لمجموعة الهيئات هذه كلها هبطت في بلاغ بطبيعة مشترك فيها الانضاءات متاع رؤساء الهيئات هذه الكل يعلنوا فيه على رفضهم لقرار الياس الفخفاخ رئيس الحكومة فيما يخص إقالة رئيس الهيئة الوطنية مكافحة الفساد شوقي الطبيب. بطبيعة البيان فيها عديد من النقاط منهم يقولوا أنه رفضهم لقرار رئيس الحكومة باعتبار أن المرسوم 120 لسنة 2011 لا يخيل له كسر ولاية السيد رئيس الهيئة التي تدوم 6 سنوات مسترسلة دون قطع ودون تجديد. بطبيعة وامتعاضهم القرار ورفضهم مطلق في للتشفي ودرشنية ودرشنية معناتها في مجموعة من النقاط كلها بطبيعة تعبر عن رفضها لقرار هذا. والله يشوف السياسة بالنغرة ما تجيش، السياسة بالتفريخ ما تجيش، السياسة بتاع التشفي ما تجيش. وبصراحة شخصيا باش نعطي رأيي الشخصي في المسألة هذه نقول هذا قرار فيه تضارب مصالح. خاطر المسلم بتاع القضية الكلها بتاع الياس الفخفاخ وشريكة والليزاكسيون بتاعه داخلة فيها أعطاه منها موقف الرئيس الهيئه نتاع مكافحه الفساد ما تنجمش تقيله. ما كانش هكاك اللي عملناه الكل احنا نتاع الباركور هذا والمسار كامل نتاع مكافحه الفساد فشوش بلوط هذا كله معناتها احنا مشينا صرحنا بالمكتسبات نتاعنا وعلى الدين العوني حط الاملاك والكل في السيت نتاع الهيئه نتاع الفساد وقال على شنو يملك واللي كونت نتاعه وكل شيء. ومن بعدها الناس الكل في الاعلام وفي الرؤساء البلديات والمسؤولين ورؤساء الجمعيات تعرف كل هذوكم يجي 2022000 واحد وكل شيء. من بعد في الاخر يجي رئيس حكومه ما عجبوش الموقف نتاع الهيئه نتاع مكافحه الفساد ايش يعمل؟ يقيل رئيس. معناتها مسار كامل نتاع الشفافيه معناتها ومتاع استقلالية للهيئات هذم اللي هما اسمهم هيئات مستقلة كي لاحظت قصدت بالذمة باش نعاود كلهم ان هما هيئة مستقلة لكذا هيئة مستقلة لكذا معناتها ضرب اولا المبدأ الاستقلالية متاع الهيئات هذم. هذا الحاجة الاولى. بعد تعملها اوديت من حقك تعمل اوديت ما عنديش حتى مشكلة اما ليش تعمل اوديت بعدك معناتها فما منطق متاع تشفي وحقيقة منطق متاع معناتها حاجة تقزز خلينا نقوله معناتها الشخص اللي تسخايل موسى في الحقيقة طلع فرعون للأسف معناتها للأسف هذا ما تعرفش في نهاية الخروج اخرج من الباب الكبير اخرج مش حتى من الباب اخرج من الشباك. علاش تخرج في روحك معناتها علاش خلينا نتكلموا هكا انا عادة وانت تعرفني أسامة كي رئيس حكومة انت هي اكهو اون تيغ با سيغ لي زامبيلونس
فهمت؟ ما نحبش نرجع بتوالي لانه اللي صار الوقت اللي هو في الحكم وقتها نتكلم وقتها نتعرضوا للضغط وقتها في الحكم ما عادش. علاش ترجع فينا هكا وعلاش ترجع فينا القرارات؟ انا لا ندافع على شوقي طبيب ولا غيره راه اما نعطي على المسائل المبدئيه. ما تنجمش انا جي حد ينقد في مع عباره تو احنا نتكلموا فما صحافي يكتب يقول مثلا زوز هذوما اللي في في البرايم تايم في راديو ميد راهم بيهم وعليهم ويقولوا في حاجات هكا ولا شو. انا نخسر ايها نحيوا هذاك من الجريده الفلانيه ولا ما فهمت معناتها هذا لا يستقيم. اذا دخلت للسياسه لازمك تقبل باللعبه. خسرت سياسيا خويا خرج وسكت. ما تنجمش هذا عباره توا في ماتش كوره خسرت بعد قلت لي الاربيتر ونحيوا لي الاربيتر. الاربيتر هذاك هو جيجي ما تنجمش تكون جيجي بارتي. هذا علاش معناتها فما منطق نتاع تفريخ سياسي منينه ما يصيرش هكا. واضح به خلينا نمشيو للموضوع اخر. خلينا بعده شويه نمشيو بالطياره لبرشلونه وين زلزال يضرب برشلونه وزلزال بالمعنى الكروي. دونك اهم علاقه غراميه رياضيه في القرن ذايا علاقه الحب والغرامه بين ميسي وبرشلونه. تحسها وصلت للنهايه معاذ؟ بدايتها كانت عام 2000 وقت ميسي مازال طفل صغرون عنده لطف المرض هذاك نتاع النمو. وقت عمره 13 سنه بدات من غادي خلى روزاريو خلى الارجنتين كلها وتنقل هو عائلته لبرشلونه وين بدات الحكايه. وبعدها درج بالمراحل الكل وكان سابق عصره بالطبيعه في كل شيء. خلينا نقولوا معناتها بدنو تأقلم مع الدواء وبدنو تأقلم مع الكورة وبدنو تأقلم مع هواء كاتالونيا وبدأ يتبنى وبدأ اسمه يتنحط بشوية لنوصل للأحسن لاعب في كل العصور بالنسبة لبرشلونة للفريق وللمدينة والإقليم كاتالونيا بصفة عامة. ميسي تقريبا عمل كل شيء، 6 بالون دور، شامبيونز ليج، أحسن هداف، أحسن كل شيء، لي ريكور كل دي شيء، كل شيء الأرقام كلها حققها مع ناديه الأقرب إلى قلبه. لكن تقريبا في السنوات الأخيرة شفنا نوع من مع بارتيميرو هذا الرئيس الفريق، فما شفنا نوع من مع الكورونا ما حبش يتعدى خاطر تحب ولا تكره. فما في النوعية متاع ملاعبية في الكارير متاعهم تشاركهم في القرار. تو انت تصور سليم شيبوب ما كانش يشارك الشكل الواعي في القرار ولا خالد بدرة ولا غيره، مستحيل. ولا رضا شرف الدين مع ملاعبي ولا عثمان جنيح مع زبير بيا ولا الاسماء الكبيرة هذيك اللي تعرف وقت بكري كانوا ملاعبية يعمل لك كارير كامل 10 و 15 سنة مع فريقه دخلوا في القرار، إضافة انه كابتن ديكيب وغيره. لهنا تقريبا ميسي امبارح تقريبا هو زلزال لكنه زلزال منتظر، معناتها زلزال لم يكن مفاجئ. كانت رساله متوقع. رساله عبر الفاكس معناتها علم فيها محاميه انه الطفل المدلل نتاع برشلونه ولا انه ما عادش طفل ولا كهل خلينا نقولوا ميسي 33 سنه يرغب في مغادره الفريق. الرساله شنو فيها؟ هو فما خلينا نشوف نحكي شويه على العقد. هو فما كلوز ليبراتوار اولا بند تصريحي ب 700 مليون دولار اللي اورو اللي هي حتى فريق مستحيل مش يدفع ونكون واضحين. زيد كورونا زيد عمر ميسي زيد اللي تحب انت كل مستحيل، معناتها ما نجمش يكون فريق يدفع 700 مليون اورو باش يظفر بخدمات ميسي خاطر ما همش رنتابل مش في راجل. هي جمعيه كي تتباع ما تجيبش. بالضبط هذا الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه معناتها في مستوى العقد انه فما عقد انه ميسي نجم يقص التعاقد من طرف واحد في نهايه الموسم، معناتها موفى شهر ماي. لكن تعرف كورونا وكل شيء احنا توا في شهر اوت يمكن بالظرفيه الاستثنائيه يمكن العركه القانونيه باش تكون على المستوى هذا. ميسي قال انه مل من مشروع رياضي غير مقنع صريح العباره. وزيدها نجم نقولوا الريكروتمون الاخيره ولا التعاقد الاخير مع رونالد كومان تقريبا ما عجبش ميسي، خلينا نكونوا واضحين. وهذاك علاش خاصة زاد بعد الإعلان على قائمة المغادرين اللي هما فيدال راكيتيتش وأومتيتي وزيدهم صديقه سواريز. معناتها تقريبا معناتها خلينا نقولوا فما معناتها جانب من الفريق باش يتنحى. ليونيل ميسي
ما هوش مازال ما بلعش مازال ما عديش الخسارة متاع بايرن ميونخ. هذه أول حاجة. الثانية نقول لك أنا في آخر كاريري مش مستعد إني نمشي في مشروع فاشل. هذا حاجة تعرف أنت ماسي حدك تفرجه في اللعب عنده نوع من النغرك اللي عنده راج دفانك راح نقوله يحب يربح وما يحبش يخسر. ماسي ما عادش ماسي متاع 5-6 سنين تالي اللي في كتفه اللي صار تشافي وفي كتفه اليمين إنيستا. زيدا خلينا نقوله مع تبرشة ملعبية ما همش معاه وما يبقاش كل مجموعة اللي دزوا واللي تهزوا للصانع الامجاد بتاعه. معناتها هذا زاد حاجه تخليه يفكر. شوف ميسي 33 سنه مازالوا معناتها اذا كان جين دو في عامين عامين 3 سنين يمكن في 3 سنين هذوكم يمكن يعمل حاجه اخرى. فما حل مجلس اداره تاع برشلونه تعرف مجلس مش رئيس كيف احنا يحكم وين يصح شيكات يدخل حبس وحده في برشلونه. فما مجلس اداره كامل معناتها القرار يتم انتخاب عباد دفع فلوسها من فيسيا وغيره. فما ممكن الاستقالة متاع بارتوميرو من برشلونة قبل الانتخابات. تعرف الانتخابات راهي العام الجاي في مارس في متاع الرئاسة متاع برشلونة يمكن الاستقالة تهديش الجو وانه صعيب. هذا الحاجة الأولى. وإلا تقريبا ميسي باش يمشي في قرار آخر الانضمام إلى فريق آخر من الفرق تعبر على أين هم الفرق خلنا نختموا بهذا بي اس جي فما مانشستر سيتي وبدرجة أقل انتر. ولو انه مشروع كبير ممكن القطريين يدخلوا فيه نتاع سواريز مع لاماسين هذوكم تذكرهم اللي عملوا القهر مع ميسي سواريز ونيمار ممكن تتعاود مشهد يتعاود في البي اس جي خاصه بعد وصوله للنهائي. اكيد القطريين يطمحوا في الشامبيونز ليج الاوروبيه طبيعه. هذه تخمينات وهذه كلام هذا اذا ما صارش كريستيانو ميسي فرد جمعي بالضبط. هذا زاد تخمينات اخرى واحنا اكيد كل شيء نجموا نشوفوه في عالم كره القدم. وتعرف انت الفيفا واليوفا كلهم يحبوا الحاجات هذه باش خلونا كيما احنا حتى قاعدين نحكيوا عليهم ويحبوا باش يرجعوا الشارع نتاع الكره. تعرف خاطر الكورونا تقريبا قتلت الشارع بين ظفرين نتاع الكره بدون جمهور بلاش جمهور بطبيعة ما فماش استشهار. الحل الوحيد يرجع الاستشهار هو الحديث هذا على الريكروتمون وعلى الصفقات الغريبة. وماذا بينا نشوفوا كريستيانو وميسي فرد جمعية. شكرا لك بارك الله فيك في الميلان بكش. شكرا لك حتى تخلص اسمه. شكرا لك بارك الله فيك معامل نرجع شوية آخر في البرنامج.